نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة 100 يوم صحة في ميدان باب الحرس في دمياط، وخلالها تم الكشف على المواطنين المترددين عليها. القافلة شهدت إجراء تحاليل الضغط والسكر والكشف المبكر عن أورام الثدي وقياس الدهون الثلاثية، مع تقديم خدمات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. كما تم تنظيم ندوة عن سوء التغذية وأهمية الرضاعة الطبيعية والتوعية الصحية وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي وقياس السكر العشوائي والضغط، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية أخرى. الحقيقة احنا في المبادرات الرئاسية بنشارك فيها كفريق إعلام وتعليم واتصال صحي إدارة الثقافة الصحية. جميع المبادرات الرئاسية المقامة فريقنا على مستوى المحافظة بينزل وبيعرف الناس بالمبادرات وأهميتها وضرورة المشاركة فيها حفاظا على الصحة العامة. وطبعا المبادرة اللي شغالة حاليا هي مبادرة 100 يوم صحة، بتعمل فحص لمرض السكر، بتقيس الضغط، في فحص الاعتلال الكلوي، في فحص لسرطان الرئة وسرطان المثانة وسرطان عنق الرحم. الخدمات دي كلها بتقدم عن طريق المبادرات الرئاسية اللي الحقيقة المواطن بيستفاد منها بكمية كبيرة. أنا عديت لقيت في مبادرة 100 يوم صحة، فعملت تحليل ضغط وعملت سكر وعملت اعتلال كلوي، والحمد لله طمنت على نفسي، والحمد وبشكر السيد الرئيس على المبادرات الصحية اللي بيعملها كل يوم. الحمد لله المبادرة كويسة والناس كلها استفادت منها، واكتر الناس كانت مهمله في صحتها. ما حدش عرف قيمه المبادره دي انا لما اسيس نزلها، والناس كلها نزلت وعرفت ان عندهم امراض كتير، والناس الحمد لله راقت. النهارده عملنا كشف طبي على كافه التحاليل، سواء تحليل الكلى او الضغط او السكر. ما شاء الله حمله كويسه، بتطمن الانسان طبعا على كل الظروف الصحيه بتاعته. ومبادرة من الدولة تعتبر كويسة وإيجابية، بحيث أن الإنسان بيطمن على كل حاجة تخصه يعني.